السلام عليكم سادتي المشاهدين أينما كنتم، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب وأجدد لكم العزاء والمصاب استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. حلقة جديدة من برنامج نشاطات العتبة الحسينية المقدسة، أهلا بكم. أعلنت مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة إنفاق أكثر من 30 مليار دينار عراقي خلال عامين على افتتاحها لمعالجة مختلف الحالات وبالمجان. جاء ذلك في الاجتماع السنوي بمناسبة الذكرى الثانية على تأسيس المؤسسة وبحضور المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي أكد على أهمية الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية بمستوى عال من الجودة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ليث الخفاجي. أكثر من 30 مليار دينار عراقي إجمالي ما أنفق لتقديم الخدمات الطبية المجانية لمختلف فئات المجتمع العراقي من شماله إلى جنوبه. هذا ما أعلنته إدارة مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة خلال الاجتماع السنوي الذي نظم بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسها بحضور المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إذ كشفت عن الرؤية الحقيقية للعتبة المطهرة في تقديم الخدمات المطلوبة بعيدا عن المنفعة الربحية. من جهة أخرى، هل ادعاؤنا أننا لسنا في هذه المشاريع هدفنا الاستثمار، هدفنا الأرباح، هل مجرد دعوة على اللسان أم أن هذا الأمر له واقعية؟ أنا أبين لكم من خلال لغة الأرقام ما صرف في علاج الأطفال خلال السنتين من 15 سنة، كان من 13 فما دون الآن من 15 سنة فما دون، بقيمة حوالي 11 مليار، 10 مليار 932 مليون ما قدم من علاج مجاني للأطفال، ما قدم من تخفيضات ويوميا بدون استثناء، حتى يوم الجمعة هناك تخفيضات تكتب لكل المواطنين. الآن نحن في شهر محرم الحرام وفي شهر صفر، الإمام الحسين عليه السلام قدم لنا كل شيء من أجلنا ومن أجل الجميع، نحن علينا أن نقدم شيء أيضا ولو كان بسيطا جدا للإمام الحسين عليه السلام. وفي هذا الشهر نعلن انطلاق مبادرة عطاء الحسين عليه السلام في هذا الشهر، من يوم 20 محرم إلى نهاية صفر يكون العلاج في مستشفيات العتبة مجانا. الاجتماع السنوي تضمن عرض المبادرات المجانية والمبالغ التي أنفقت، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية ومشاريع التوسعة التي تخص المؤسسة وباقي المشاريع التي في طور التصميم أو التهيين. هذا ويرى مختصون أن النجاح الذي حققته المؤسسة ترك طابعا إيجابيا في تكرار التجربة في مختلف المحافظات. التوسعة المحلية في كربلاء المقدسة راح نضيف 240 سرير، هو ضعف الطاقة التشغيلية للمؤسسة الحالية، بالإضافة إلى مشاريع في البصرة والديوانية وبغداد وكركوك. أعلن سماحة الشيخ أنه بعد 6 أشهر راح تفتح مؤسسة أورام في البصرة، هذه بإشراف الصحيح. نعم، نفس هي أخت هذه المؤسسة راح تكون في مدينة البصرة إن شاء الله، حتى نغطي المحافظة الجنوبية ونقدر نستوعب الطاقة التشغيلية الآن والإقبال الكبير على المؤسسة. لولا شفت أن مؤسسة الوارث هنا والخدمات جاي تقدمها للأطباء وللمرضى والتقنيات اللي جاي تقدمها، لولا شايفها أنه توازي المؤسسات العالمية اللي أنا اشتغلت بها، المؤسسات الطبية طبعا العالمية اللي اشتغلت بها، إن كان على مستوى الكوادر، إن كان على مستوى طبعا الكوادر، أنا أشمل الكوادر الطبية، الكوادر التمريضية، الكوادر الفنية، مثل ما حكى سماحة الشيخ، مثل ما حكى دكتور حيدر، طبعا الكوادر هي عبارة حتى الجنود المجهولين، وهاي لولا شفت انه هالامور متكاملة مع التقنيات مع الاجهزة والش اسمه الاجهزة التقنية اللي ممكن تقدم بها المؤسسة، صدقني يعني انا جاي اشتغل وما احسست للحظة انه انا اكو هالفروقات الكبيرة بين ايش اسمه المؤسسة او ما تقدمه المؤسسة وبين العمل اللي انا انجزته في الخارج في ألمانيا.
مساعي حقيقية من قبل إدارة العتبة الحسينية المقدسة في بناء مثل هذه المؤسسات في مختلف محافظات العراق للحد والسيطرة على هذا المرض، بعدما أكدت إحصائيات عالمية أن نسبة 80 شخصا من أصل 10,000 إنسان يصاب بهذا المرض سنويا. من كربلاء المقدسة ليث الخفاجي، قناة كربلاء. لبى نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الدكتور علاء ضياء الدين دعوة بعض المراكز الإسلامية في لندن لحضور مجالسها العاشورائية. الزيارة تضمنت الاطلاع على البرامج المهيئة لإحياء شهري المحرم الحرام وصفر الخير والهادفة إلى نشر القضية الحسينية. الزميلة وسن محمد معها التفاصيل. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ضمن زيارته السنوية إلى العاصمة البريطانية لندن لمد جسور التواصل مع المراكز والمؤسسات الإسلامية وروادها من أبناء الجالية بمختلف جنسياتهم، تفقد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الدكتور علاء ضياء الدين ديوان الكفيل ومركز الإمام الخوئي والمجلس الحسيني للإطلاع على برامجهم الدينية التي تقام على مدار العام لا سيما في شهري محرم وصفر لنشر القضية الحسينية وغرسها في نفوس الجيل الناشئ. طبعا كان زيارتنا إلى لندن العاصمة البريطانية حقيقة التواصل مع أهلنا وأخواننا في جميع المراكز والمؤسسات الموالية لسيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، فبدأنا بزيارة هذه المراكز ودعوتها للمشاركة في هذه المسيرة العاشورائية الكبيرة، وزرنا مثلا ديوان الكفيل وزرنا شباب الصبطين وشباب الأكبر ومؤسسة الأبرار ومجمع السيد الخوئي، وأيضا كان لنا لقاء مطول مع المجلس الحسيني كونه منظم المسيرة العاشورائية وشريكنا في هذه المسيرة المباركة. زيارة التي شهدت تقديم هدايا تبركية من المرقد المقدس لسيد الشهداء عليه السلام لم تقتصر على المراكز الإسلامية في العاصمة لندن، حيث شملت مدينة لوتن للمشاركة في مسيرة عزائية راجلة نظمها المسلمون بمختلف أعراقهم إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسيني وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. طبعا احنا اول مره يزورنا واحد من العتبه، ولكن هذه بما انه اول مره شرفنا ومشكورين على زيارته. الحمد لله سيد على زيارته البارحه خبرونا بها، وفعلا احنا كوزع بعض التبركات من الامام الحسين لبعض الطلبه الصغار بالعمر، جزاه الله الف خير. ومو بس هو وانما اي واحد يزورنا من العتبه او من الحوزه يعني من المرجعيه على عين وعلى راس نشرف بهم. يعني حقيقه فد بادره جدا لطيفه راح يعلق المصحف على صدر كل واحد، وهذه فعلا يعني فد مبادره جميله. نشكر العتبه الحسينيه على المبعوث اللي بعثوا لنا اياه لهنا لندن، على العلم اللي بعثوه معه، على المصاحف اللي بعثوها اللي هي وقفة اللي صار بالسويد وبغير دول أوروبية حرق المصاحف، فنشكرهم جزيل الشكر. وهذه فرصة إن شمعة شبابي اللي طفوها حنيتي دمي والجفا. أرسل سفيرا بنكهة كربلائية ليمد جسور التواصل يثمنه عاليا المؤمنون في مواطن الاغتراب، فهو الذي ينمي فيهم مشاعر القرب والانتماء مع بعد المكان. لقناة كربلاء الفضائية وسن محمد لندن. نظمت وحدة النشاط القرآني النسوي في العتبة الحسينية المقدسة مسيرة حسينية عزائية لطالباتها. المشاركات أوضحن أهمية التمسك بتعاليم القرآن الكريم والنهج القويم لأهل البيت عليهم السلام
لبناء مجتمع إسلامي رصين. بصائر الطائي معها المزيد. حباً ووفاءً للثقلين، وبالتزامن مع يوم 13 من شهر المحرم الحرام الذي دفنت فيه الأجساد الطاهرة لشهداء الطف، نظمت وحدة النشاط القرآني النسوي التابعة لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة مسيرة قرآنية حسينية لطالباتها القرآنيات. هذه المسيرة تقام على مدى 5 سنوات باعتبار أنه الثورة الحسينية هي منهج قرآني، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذه الآية هي خاصة بالإمام علي سلام الله عليه، والإمام الحسين سلام الله عليه سار على نهج أبيه الإمام علي سلام الله عليه. هذه المسيرة التي شاركت فيها 100 حافظة من حافظات دار القرآن الكريم انطلقت من العتبة الحسينية المقدسة لتنتهي في مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام، إذ أكدت المشاركات فيها على وجوب التمسك بالقرآن والعترة وضرورة استذكار وتخليد قضية الإمام الحسيني عليه السلام جيلاً بعد جيل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هدف هذه المسيرة هي مناصرة لكتاب الله العزيز، تزامناً مع نهضة الإمام الحسين وتجديداً لمبادئه والسير على نهجه، إذ هو القرآن الناطق. جئنا للمشاركة في هذه المسيرة القرآنية المباركة التي تقيمها دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، استذكاراً لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأخي أبي الفضل العباس، ومواساة لهم وحباً بالقرآن الكريم، وذلك لأن القرآن والعترة صنوان لا يفترقان. طبعاً هي هاي المسيرة وفاء للثقلين لنصرة القرآن الكريم، بما أنه هاي الأيام كثر بيها الاعتداء على القرآن الكريم والاعتداء على دين الإسلامي، فنريد نراوي العالم أنه ما زال هنالك فتيات حاملات القرآن الكريم وناصرات وممهدات زينبيات على طريق السيدة مولاتي فاطمة الزهراء وابنتها السيدة زينب عليها السلام. المسيرة القرآنية النسوية التي أقامها النشاط القرآني النسوي في العتبة الحسينية المقدسة هي تخليد لشهداء الطف ونصرة لصوت الحسين الذي أصبح مدويا في العالم بأسره. لقناة كربلاء الفضائية، بصائر الطائي، كربلاء المقدسة. أقام طلاب الدورات الصيفية التي نظمتها العتبة الحسينية المقدسة موكباً حسينياً في كربلاء المقدسة لإحياء أيام عاشوراء. الأطفال في الموكب استعرضوا ما تعلموه من الدورات على صعيد تلاوة القرآن الكريم والإنشاد والردة الحسينية وخدمة الزائرين. المزيد في تقرير الزميل جلال طالب. دورات صيفية للمدارس الأكاديمية أقامتها العتبة الحسينية المقدسة على مدى شهرين، حصل المشاركون فيها على مهارات دينية وعقدية وعلمية إضافة إلى البرنامج الترفيهي. اليوم تتواجدون في موكب السيد علي الأصغر لطلبة المدارس الأكاديمية والدورات الصيفية. هذا الموكب خصص إلى هذه الشريحة، شريحة الفتية والأطفال. الهدف من إقامته هو ربط الطلبة في القضية الحسينية وإحياء هذه الشعائر في نفوسهم، حتى إن شاء الله يكونون في المستقبل هم قادة هذه المواكب وهم المؤسسين لهذه المشاريع. القائمون على الدورات كانت لهم الهمة في إقامة موكب حسيني يستعرض فيه الأطفال مهاراتهم فيما حصلوه أيام التعطيل، تكللت بفعاليات حسينية قرآنية متميزة. اليوم أتينا بهم إلى العتبة الحسينية لإقامة مجلس العزاء لمصاب سيد الشهداء، تعزية لصاحب الزمان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس في الصحن الحسيني وفق ترتيب عمودي للأطفال حسب مهاراتهم في التلاوة والإنشاد وردة الحسينية. سيتضمن هذا الموكب عدة فعاليات، منها قراءة القرآن وتلاوة جماعية لسورة الفجر المباركة، كما سيتضمن إن شاء الله تعالى ردة حسينية مع نعي على الإمام الحسين عليه السلام
وزيارة للإمام الحسين مختصرة، ثم بعد ذلك توديع الإمام ودعاء الفرج وتوزيع وجبة الطعام على الطلبة وينصرفون إلى بيوتهم إن شاء الله. لقناة كربلاء الفضائية جلال طالب، كربلاء المقدسة. قدم مركز ثقافة وأعلام اليتيم التابع للعتبة الحسينية المقدسة مشهدا تمثيليا حول أحداث استشهاد أولاد مسلم عليهم السلام وضياعهم في واقعة الطف الخالدة. المشهد جسد نزاع الضعف وشهوة الإنسان للشر وبهدف بيان حجم المأساة في واقعة الطف الأليمة. المزيد في تقرير الزميل محمد العطار. وجه آخر لواقعة الطف استعرضه هؤلاء الأطفال الأيتام ضمن موكب وحسينا في مشهد تمثيلي نظمه مركز ثقافة وأعلام اليتيم التابع للعتبة الحسينية المقدسة. المشهد جسد أحداث ومشاعر أولاد مسلم عليهم السلام وضياعهم في كربلاء، ليحكي نزاع ضعف وشهوة أناس خضعوا لحكم تعيس مظلم بالشرانية. ارتأى قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة ومن خلال إعلام وثقافة اليتيم أن يقيم هذه الشعيرة، شعيرة إحياء ذكرى أولاد مسلم، خصوصا احنا نعيش أحداث غاضبة في الشارع الإسلامي مع الإهانات المتكررة للعقيدة والمذهب والدين الإسلامي. طبعا المشهد التمثيلي تضمن انطلاق الموكب الحسيني وأيضا هروب وفرار أولاد مسلم بن عقيل إبراهيم ومحمد عليهم السلام وضياعهم في كربلاء. المشهد شكل لوحة فنية أثارت مشاعر الجمهور وهيجت أحاسيسهم من خلال حوار مختصر دار بين شخصيتي إبراهيم ومحمد أولاد مسلم بن عقيل عليهم السلام. هذه المشاعر تجسدت في نفوس هؤلاء كونهم يعانون فعلا من اليتم، ومع هذه الإمكانيات البسيطة بيّن فيه الأطفال كيفية جذب الناس إلى القضية الحسينية. أيضا كان هناك أحد الأبطال هو يتيم الأم والأب، واليتيم الآخر هو يتيم الأب، فهذه المشاعر هم عايشيها في الحياة الواقعية حينما أدوها وأدوا دور أولاد مسلم، عاشوا الحالة وكأنهم هم فعلا في كربلاء وكأنهم هم فعلا محاصرين ولا يعرفون الفرار إلى أين. أنا متمرين جاي أتدرب على دور إبراهيم بالدور يبكي، يعني توقعت انه انا ما ابكي، استحيت، قلت خاف امثل والعالم يشوفون ما ابكي بس اسوي صوت. سبحان الله بس وصلت يم الإمام الحسين احس انه صار الواقع قدامي، كل شيء اتخيله قدامي. اذا من صفحات التاريخ استنبط هؤلاء الاطفال الايتام عرضهم يمزج الماضي بالحاضر عبر نقد يجسد واقعة طف امتدت الى يومنا هذا. من كربلاء المقدسة محمد العطار، قناة كربلاء الفضائية. وأخيرا سادتي المشاهدين، قامت جمعية كشافة الوارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة بابل مجالس عزائية ومواكب خدمية لإحياء عاشوراء، حيث أكدت الجمعية أن أعداد الشباب أخذت بالازدياد، إذ بلغ عدد المشاركين 600 متطوع، إضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات بهذه الأنشطة الحسينية العاشورائية. محمد التميمي. بمشاركة 600 شاب حلية والمنخرطين ضمن جمعية كشافة الوارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، انطلقت مواكب العزاء الحسيني وعلى شكل كراديس ضمت مختلف المراحل العمرية والتي جاءت كواحدة من النشاطات العاشورائية التي تقيمها الجمعية. اليوم قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب جمعية كشافة الوارث مفوضية بابل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تجدد العهد والوفاء لسيد الشهداء بمسيرها الكشفي السنوي العاشورائي الذي ينطلق من فلكة صفي الدين إلى حسينية ابن دريز ضمن شارع المواكب في مدينة الحلة. هذا المسير بالتالي هو نشاط ضمن برامج العاشورائية التي أطلقتها جمعية كشافة الوارث المتنوعة بخدماتها التي تقدم لأزائرين وبأنشطتها الثقافية التي تقدم للعنصر الكشفي لغرس مبادئ عاشوراء في نفوس الشباب والفتوة.
مشاركة طلبة الجامعات في بابل بهذه المراسيم أعطى للمسيرة الكشفية الحسينية رونقا وبعدا يقع ضمن توحيد منهج الشباب للمساهمة في إنجاح هذه المواكب العاشورائية، والتي رأى فيها أبناء مدينة الحلة التميز في الشكل والمضمون، داعين الشباب الثبات على طريق الحسيني عليه السلام. نحن مجموعة من طلاب كلية الطب جامعة بابل من مختلف المراحل، وأيضا ويانا زملائنا من غير كليات صيدلة وأسنان. حبينا نشارك طبعا ويا كشافة الوارث بالخدم الحسينية السابقة كلها، كنا نشارك في كربلاء في الخدم الحسينية، وهذه هي نقطة أو في بحر من اللي قدمه الإمام الحسين من أجل هذه الأمة. طبعا الرسالة اللي حبينا نوجهها هي رسالة القرآن والعمل العلم العراقي الذي تدنس بيد ناس تفهاء لا يستاهلون انه واحد يكبر حجمهم، لكن هذا حجم القرآن ولازم نطيء ما قدم لكل هذه الأمة. احنا دعوتنا للشباب انه يحدون هذه الحدوة ويتضمنون ويتمسكون بالشعائر الحسينية لنصرة الإسلام ونصرة محمد وآل محمد، ونسأل الله التوفيق والقبول، ونسأل الله من جميع المشاركين والمعزين الأجر والثواب والثبات على ولاية علي بن أبي طالب بحق محمد وآل محمد. خرج اليوم شباب مدينة الحلة وفي جنباتهم المنهج المقدس الذي سار عليه شهداء الشباب في يوم الطف. لقناة كربلاء الفضائية محمد التميمي، محافظة بابل. مع نهاية هذا التقرير سادتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نشاطات العتبة الحسينية المقدسة، حتى نلتقيكم في حلقات جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى الملتقى.